السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نضيف يا إخوة صنف آخر من الأصناف الزراعية على النظام المائي، وأنا يعني هذا النظام أو هذا النوع من الزراعة أقوم به كتجربة. طبعا إحنا صورنا قبل فترة زراعة الفول، زراعة القرنبيط، زراعة الملفوف، زراعة الخس، زراعة الملفوف الأحمر في الزراعة المائية، واليوم نعطيكم بعض الصور لزراعة البازلاء. هذه كما يعرف المزارعون هي نبتة البازلاء. طبعا نبتة البازلاء كما أتوقع كنبتة اللوبيا إن شاء الله ستكون ناجحة في الزراعة المائية. طبعا هناك بعض النباتات يعني تكون شبه غير ناجحة في الزراعة المائية لأن الماء بشكل مستمر عليها، مثل زراعة الفول، ولكن أنا إلى الآن في صدد التجربة لمحاولة يعني الإثمار أو محاولة استنبات ثمرة الفول في الزراعة المائية. طبعا يا إخوة البازلاء ما شاء الله، طبعا أنا قمت بزرعتها كنظام تشتيل من قبل حوالي 3 أشهر. البازلاء تنمو بالشتاء ولكن تحتاج إلى شمس. قد تكون الظروف اللي عندي موجودة على السطح، أنا الآن أصور في سطح المنزل، غير معرضة للشمس بشكل كافي ولا شكل يعني منتظم. في غيوم عندنا بفصل الشتاء، في برد زائد عن الحد، منطقة جبلية، ولكن الحمد لله. يعني بالتصوير سريع، هذه نبتة البازلاء. طبعا نبتة البازلاء عندي الآن في مرحلة إزهار، هاي زهور البازلاء. طبعا هون لو احنا نظرنا شايفين يا إخوة، هذه العقد الزهرية في البازلاء. وهنا أيضا لو نظرنا هنا عقدة زهرية. فتجربة إذا نجحت إن شاء الله ستضاف إلى القائمة الناجحة في الزراعة المائية، ودائما إن شاء الله نعدكم بكل ما هو جديد يضاف إلى الموسوعة المتواضعة التي لدي في نظام الزراعة المائية الهيدروبونيك. وقد سألني بعض الإخوة يعني هل أنت غيرت من نظام الهيدروبونيك أو كنت تشتغل على نظام الأكوابونيك ومن ثم غيرت إلى نظام الهيدروبونيك؟ لا، أنا في الحقيقة دخلت دخول سريع على نظام الهيدروبونيك، فالأشياء التي أقوم بزرعتها في نظام الهيدروبونيك المعتمد على السائل المغذي. هذه عندي طويلة نوعا ما، أطول من غيرها. هذا نظام يعني تقريبا ماسورة 3 إنش للتوضيح فقط، هي ماسورة 3 إنش. طبعا في عندي شتلات أخرى، طبعا شتلتها يا إخوة أنا في صندوق مزود أو مضاف إليه مادة البتموس. يعني هي زهور البازلاء، طبعا كانت قصيرة هنا، ولكن انظروا إلى وضعها في الزراعة المائية، ما شاء الله طويلة. يعني هذه نبذة متواضعة، وأيضا سنقوم بمراقبتها و التصوير يعني مرحلة أخرى إن شاء الله عما قريب. سأصورها تقريبا بعد أسبوع لنرى النتائج المرجوة إن شاء الله خيرا من هذه الزراعة المائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.